عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد وحلقة جديدة وصياح وصراخ وشياط، وصلت لدرجة الشياط. إذا كان الأهلي يحتفل في الجزيرة فالشياط في 100 عقبة، الشياط مسمع والصريخ مسمع. وفوز النادي الأهلي في مباراة المقصة بأربع أهداف واقترابه من القمة واقترابه من الصدارة حالة من الهياج والغليان داخل صفوف النادي المنافس. لكن في البداية قبل ما نتكلم على اللي حصل بعد فوز النادي الأهلي النهاردة على مصر المقصة وردود الأفعال الصاخبة لدى 100 عقبة ولدى نادي الزمالك، ما تنساش لو انت أهلاوي يلا اللايك الشديد على طول عشان نخش في الفيديو بتاعنا. النهاردة النادي الأهلي بيتحدى كل الصعاب، بيتحدى اتحاد الكورة، بيتحدى لجنة الحكام، بيتحدى تقنية الفار، بيتحدى كل الظروف، كل الظروف المحيطة بيتحداها ويكسب مصر للمقصة في آخر بروفاته قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا. نادي الزمالك اللي النهاردة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن الجدول الخاص بمباريات نادي الزمالك وما تبقى من مباريات لكل الأندية بما فيها النادي الأهلي. سبحان الله، يعني محدش اعترض على الجدول، جدول طالع حوالي الساعة 2 الظهر. إدارة الزمالك وجماهير الزمالك ما شافتش الجدول، ما تعرفش، كانوا مستنين الأهلي يتعطل وعادي نلعب كل 3-4 أيام مش مشكلة. لكن لما لقوا الأهلي خلاص هيركب، والأهلي لما بيركب بيدلد الرجلي براحته وما بينزلش تاني، قال لك لا، دي مؤامرة احمد مجاهد عاملها عشان خاطر النادي الاهلي يكسب الدوري. عزيزي الاهلاوي المحترم، اذا كان الزمالكاوي بياكل وينكر زي القطط فحسين لبيب ما بينكرش زي القطط. حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الشخصية المحترمة اللي طلع على الهوى قدام مصر كلها، مصر كلها، والتصريح بتاعه موجود، يعني لها لمسحناه ولا نسيناه، ده لسه من يومين ثلاثة طلع قال ايه مستر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. قال لك انا بشكر احمد مجاهد اللي ما بيتأخرش عن اي طلب لنادي الزمالك، حتى المباريات لما بيزحم ماتشات بيرجع لنا الاول، ايه يا جماعة ازحم ولا ايه رأيكم؟ فبنرجع للمدير الفني باتريس كارتيرون يقول لنا اوكي او لا. لما يحب يأجل لنا ماتش يرجع لنا الأول قبل ما يطلع، ده على كلام حسين لبيب وكلام ميدو قبلها بيوم. قال لك حتى تأجيل ماتش غزل المحلة الراجل المحترم أحمد مجاهد عرض علينا الأول، إيه يا جماعة تلعبوا بره استاد القاهرة في أي ملعب تاني ولا نأجل لكم الماتش؟ قال لك هنرجع لباتريس كارتيرون، ورجعنا لباتريس كارتيرون قال لك لا أجل. دلوقتي بعد ما بدأ النادي الأهلي يتحسس طريقه إلى صدارة الدوري، سامع ركب الزبون بتخبط، آه والله العظيم ركبه بتخبط، ده بتخبط وبتخبط وبتخبط، لمجرد إن النادي الأهلي خلاص بقي له أربع ماتشات، وإذا بإذن الله كسب الأربع ماتشات هيركب فارق نقطتين. واللي كان بيقول لك انت في المنطقة الدافئة قول له ده هناك. نادي الاهلي اربع ماتشات، والاربع ماتشات يعني باذن الله باذن الله في المتناول. بنك اهلي، اسوان، وادي دجلة، الصعبة شوية الاسماعيلي، وباذن الله تبقى في المتناول مع عودة اللاعبين الاولمبيين واللاعبين الدوليين. طلعت علينا ادارة نادي الزمالك بعد ما شافوا اداء النادي الاهلي العالمي قدام مصر المقصة، واللي كانوا بيحلموا ان الاهلي يتعطل قدام مصر المقصة، واللي تم زحمة مباريات للنادي الاهلي قبل نهائي افريقيا بغرض اسقاط النادي الاهلي في اي تعادل نضيع منه نقطتين ثلاثة بحيث ان احنا نلحق نكسب بطولة الدوري ونداري نفسنا باي بطولة خلال هذا الموسم. فخرج علينا نادي الزمالك ببيان طويل عريض. نادي الزمالك بعد فوز النادي الاهلي قال لك بس شوفوا الجمهور بيقول ايه واحنا نعمل اللي الجمهور عايزه. مش انت يا عم اللي لسه طالع من يومين بتقول ده احمد مجاهد بيعمل اللي احنا عايزينه؟ قال لك الجمهور بيضغط علينا. فنزل بيان بقى قال لك ايه، الزمالك يدعو لاجتماع طارئ اليوم الاثنين
لمناقشة التعديلات التي طرأت على جدول مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، والذي أعلنت عنه اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة. ويرى نادي الزمالك أن خوض مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر والأطراف الأخرى في البطولة ذاتها لم تخوض مباراة دور الثمانية لا يحقق العدالة وفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وأنه لا بد من إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر في نفس اليوم وحتى التوقيت. هل تعلم عزيزي الأهلاوي المحترم أن مباراة أسوان بتاعت الكاس اللي النادي الأهلي لما لعب ماتش مع النصر القاهري ودوهم هما الاتنين في اسكندرية، قال لك لازم ماتشات كاس مصر تتلعب على ملاعب محايدة. جميل. السيد رئيس نادي الزمالك، أين تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مباراة أسوان؟ ما اتكلمتش ليه وقلت لا ده مش تحقيق تكافؤ فرص لما أسوان تلعب الزمالك في القاهرة؟ الزمالك هيلعب أسوان في كاس مصر دور قبل نهائي في القاهرة، ليه اتحاد الكرة ما نقلهاش ودها اسكندرية او السويس او في اي حتة او الاسماعيلية حتى؟ ليه؟ طبعا الناس بتوع الصعبانيات والمظلوميات والكلام ده كله وكأنهم مش شايفين حاجة، هو بيشوف بس الحاجات اللي لمصلحته. هل تعلم عزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم، واكيد انت محترم لانك بتشجع نادي محترم، سيبك من العالم الرخيصة، هل تعلم ان نادي اسوان قدم طلب لاتحاد الكورة بيطلب فيه ان ماتشاته المتبقية في اسوان يلعبها في القاهرة؟ الاتحاد وافق. ليه وليه الاهلي هيلعب اسوان في بتروسبورت وما يروحش يلعبه في اسوان؟ انت عارف الزملكاوي اللي بيعترض على ان الاهلي ما راحش يلعب في اسوان ليه؟ لعب اسوان امتى؟ السنة دي الزمالك لم يلعب اسوان في اسوان نهائيا، لعبه في بتروسبورت. السنة اللي فاتت الاهلي لعب هناك الساعة 2 العصر في عز النار هناك في اسوان، الزمالك لعب هنا الدورين برضو في القاهرة. ويطلع واحد معتوه يقول لك اصل الاهلي بيتم مجاملته، لحد امتى هتتم مجامله النادي الاهلي؟ طيب تعال نروح لموضوع اخر بالنسبه للنادي الاهلي. النهارده شفنا كلنا تقنيه العار في مباراه الاهلي النهارده، الحكم طارق مجدي اللي لغى هدفين صحيحين للنادي الاهلي في الموسم ده. طارق مجدي باراء كل الخبراء التحكيميين مباراة الاهلي ومصر المقصة اليوم، هدف محمد شريف اللي تم الغائه بداعي التسلل في الشوط الثاني، في بداية الشوط الثاني، هدف صحيح 100%. سمير محمود عثمان اكد على صحة الهدف، احمد الشناوي اكد على صحة الهدف، وان الغاء هدف محمد شريف كان الغاء باطلا. هل تعلم عزيزي المشاهد الاهلاوي ان طارق مجدي هو اللي كان ماسك الفار في ماتش الدور الاول قدام بيراميدز، الماتش اللي كان فيه كوارث تحكيميه وفضايح تحكيميه يندى لها الجبين؟ انا ما اعرفش طارق مجدي بينام ازاي، والله العظيم ما بعرف، يعني بيجيله نوم ازاي لما تنام كده وانت ظالم فرقه بتضيع عليها مجهودها طول السنه والفلوس اللي بتتصرف ومجهود وتعب اللعيبه وحرق الدم الجمهور. في ماتش بيراميدز الدور الاول ضرب الجزاء واضحه وضوح الشمس لمحمد شريف، الفار لم يتدخل. اللي النهارده كان كل هدف للنادي الاهلي لازم يتدخل الفار. اللي النهارده النادي الاهلي ضربه الجزاء اللي اتحسبت عليه ما كانتش اصلا ضربه جزاء واتحسبت، والفار هو اللي رجع محمود عاشور، ما رجعش جهاد جريشه في الدور الاول قدام بيراميدز، ما رجعش جهاد جريشه في الجون بتاع والتر بواليا في شريف اكرامي بعد الغائه امام النادي الاهلي. النهارده مباراة تانية للأخ طارق مجدي على الفار بيلغي هدف سليم للنادي الأهلي. المهم ان يطلع واحد معتوه يقول لك اصل الأهلي بيتم مجاملته بالحكام وبطولاتكو كلها حرام. النهاردة في صفحة منسوبة للسيد عمرو الجرجيري، عمرو الجرجيري واحد من المعتيه، النهاردة بيقول لك تنويها على ان عبد الجليل كان مفوت الماتش. تخيل هذا الشخص بيشغل منصب في نادي كبير جدا 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 وهو الواجهة الإعلامية لهذا النادي، يطلع يتهم الأهلي علانية على صفحة باسمه إن الأهلي وكابتن عبد الجليل
كانوا متفقين على جونين بس مش أربعة، عشان كده عبد الجليل كان غضبان وكتب في نهاية البوست بتاعه قال لك الأهلي خان الاتفاق. هل ينفع نسكت على الأشكال الوسخة دي؟ ما ينفعش، أعتقد ما ينفعش. نادي الأهلي أصبح بيتم التجاوز في حقه من كل اللي يسوى واللي ما يسواش. كلاب مسعورة بتهاجم النادي الأهلي، كلاب مسعورة بتتهم الأهلي اتهامات باطلة غير موجودة، ومع هذا لا يوجد أي تحرك. أحمد حسام ميدو، بصراحة ربنا أحمد حسام ميدو بيثبت لي أنه يعني في الفنيات على قده، على قده قوي يا جماعة. مش معنى أن أنت كنت لاعب نجم وعالمي ولفت بلاد العالم كلها ولعبت في أندية أوروبا الكبيرة، مش معنى كده أنك لازم تكون مدير فني بتفهم، مش لازم. أعتى نجوم العالم في كرة القدم ما كانوش مدربين كويسين. كابتن ميدو اللي بنشكره كلنا كأهلوية انه قال على محمد شريف انه لا يصلح انه يكون مهاجم في نادي الزمالك. في يوم من الايام طلع علينا مرتضى منصور قال لك الاهلي اتعاقد مع محمد شريف لاعب وادي دجله، احنا كنا بنتفاوض معاه ووقفنا التفاوض اعتمادا على نصيحه ميدو اللي اكد لنا انه لاعب عادي وفي الزمالك في لعيبه افضل واهم من محمد شريف. محمد شريف النهارده اللي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هو احسن مهاجم في مصر، شاء من شاء وابى من ابى. سيبك من اللقطه اللي يطلع يقول لك مصطفى محمد، مصطفى محمد لعيب كويس ومهاجم كويس جدا وفايتر وكل حاجه، لكن ما عندوش امكانيات محمد شريف. مصطفى محمد اخره بالهيد بس، كره على الارض زيه زي اي لاعب، على الارض زيه زي اي لاعب. انما ما شاء الله شريف كان على الارض كويس وفي الجو مفيش، دلوقتي ما شاء الله مفيش كره بالعرض لما بيطلع شريف بيلعب الكره. تعال نروح ليه كابتن طارق يحيى اللي عايز شيكابالا ينضم لمنتخب مصر زيه زي كليني مدافع ايطاليا اللي عنده 36 سنه، قال لك بيلعب اساسي مع منتخب بلاده. انا ما عنديش مانع ان شيكابالا ينضم لمنتخب مصر ويلعب اساسي، بس السؤال لكابتن طارق يحيى، يا كابتن طارق اذا كان شيكابالا نفسه ما بيلعبش في الزمالك اساسي، ولو لعب اساسي ما بيكملش ماتش كامل، عايزه يلعب في منتخب مصر اساسي يعني من اي اتجاه على اي اساس؟ هل هاخده احط محمد صلاح على الدكه عشان العب بشيكابالا، ولا اقعد محمد مجدي قفشه عشان العب بشيكابالا، ولا اقعد مين عشان العب بشيكابالا؟ اعتقد ان كابتن طارق يحيى بنى رايه على الحب والعاطفه فقط، مش على اي حاجه فنيه تخص كره القدم. طيب تعال نروح لموضوع آخر. بالنسبة لي كابتن خالد الغندور، كابتن خالد الغندور النهاردة يا جماعة يعني كان الله في العون، والله العظيم ثلاثة أنا حاسس باللي جوه خالد الغندور، حاسس بيه جدا. إيه ده؟ لا يا كابتن خالد، عيالك محتاجينك يا كابتن. كابتن خالد تغور الكور، أنت هتاخد إيه من ورا الزمالك؟ ده أنت يا راجل لحد النهاردة ما تبرعتش للزمالك، زمالك إيه وبتاع إيه؟ يا كابتن صحتك يا كابتن، يجي لك الضغط ولا يجي لك السكر وانت لسه صغير زي الفل؟ لا يا كابتن خلي بالك من نفسك، خلي بالك من صحتك، اجمد كده وانشف، لسه اللي جاي كتير. ايه ده كده واثبت، اثبت يا كابتن، ايه ده حبيبي ايه ده. تعال نشوف خالد الغندور قال ايه على مباراة النهاردة. قال لك اولا الهدف بتاع محمد شريف ده هدف غير صحيح، الهدف الاول بتاع التعادل قال لك هدف غير صحيح للنادي الاهلي، وركبة محمد شريف في ظهر لاعب المقصة واضحة للأسف. أعتقد يا خالد يا غندور أنت ما شفتش الهدف أصلا. عارف ليه ما شفتش الهدف؟ لأن الكرة كانت مرتفعة جدا، والمخرج في اللقطة المباشر بتاعه ما جابش الكادر كويس. بس في لقطات كتير يا خالد تقدر تتأكد منها أن الكرة ما كانش فيه ركبة لمحمد شريف في ظهر أحمد عبد العزيز، والدليل ان الفار تابع اللقطة وشافها كويس ان مفيش اي فاول ضد محمد شريف. خالد الغندور اللي قبل المباراة قال لك هل المقصة هيفوت للاهلي ولا لا؟ تصريح محمد عبد الجليل ما نفهموش غلط، لا ده احنا هنفهمه صح. خالد الغندور اللي برضو في احدى فيديوهاته قال لك طارق حامد بيلعب بخشونة بس مش بيأذي، طارق حامد ما بيأذيش، انما وليد سليمان مش عارف وليد سليمان عمل له ايه والله. يعني هو طول حياته على خالد الغندور يقول لك ايه وليد سليمان لاعب مؤذي، وليد سليمان لاعب مؤذي، اذاك في ايه؟
هنا السؤال اللي لازم نطرحه، ماذا فعل وليد سليمان تجاه خالد الغندور عشان كل حلقة يطلع يقول في الكرات الصعبة أو الكرات اللي فيها تدخلات عنيفة يقول لك وليد سليمان لاعب مؤذي، وليد سليمان لاعب مؤذي، أذاك في إيه يا كابتن؟ قال لك يكفي إن هو تسبب في إصابة محمد عبد الشافي. طيب يا جماعة هاتوا ماتش الزمالك قدام النادي الأهلي في بتاع إصابة محمد عبد الشافي، وشوفوا هل محمد عبد الشافي وليد سليمان هو اللي اصابه ولا وقعت محمد عبد الشافي على كتفه وهي اللي جابت له الاصابه. اسالوا محمد عبد الشافي نفسه، والراجل نفسه طلع بعد المباراه كذب كل الافاقين اللي قالوا ان وليد سليمان هو اللي اصاب محمد عبد الشافي. طيب تعال نروح لأديك الفرنسي، أديك الفرنسي باتريس كارتيرون. كارتيرون بيحب يشتغل الناس وعنده حق بصراحة ربنا، يعني لما تلاقي حد سهل انك تضحك عليه او سهل ان يضحك عليه وما تستغلوش او ما تقرطسوش يبقى انت غلطان. النهاردة اديك الفرنسي بيقول لك ايه، الاهلي لعب نهائي القرن بصفوف مكتملة عكس الزمالك اللي عانى من غيابات، لو انا كنت موجود النتيجة كانت هتختلف تماما. هو انا عايز اسأل بعض الاسئلة لمسيو باتريس كارتيرو. اولا لما انت قلبك قوي كده على الزمالك وشايف ان انت لو كنت فضلت كنت هتكسب البطولة، ليه جريت ورا الفلوس زي المؤاخذة بتوع الفلوس؟ واخد بالك ليه جريت ورا بتوع الفلوس وما عدتش مع نادي الزمالك؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، زي ما الزمالك كان عنده غيابات الاهلي كان عنده اهم غياب بالنسبة له، أليو ديانج. أليو ديانج كان غايب في المباراة دي، كانت مباراة مهمة جدا لانه كان اهم لاعب في الاهلي في الوقت ده. اما بخصوص وجودك كمدير فني للزمالك، ما موسيماني كيفك في الدور الاول 2-1، واعتقد المباراة كانت ممكن توصل لاربعة وخمسة كمان، يعني موسيماني روق عليك. ما شفناكش ليه عم مديك في ماتش الدوري الاولاني او ماتش الدوري التاني؟ انت لعبت موسيماني ماتشين، الماتش اللي الاهلي كسبك فيه كان بيلعبك بدون الحارس الاساسي، كان بيلعبك في ظل غياب 11 لاعب، ومع هذا روق عليك. ده مش روق عليك وبس، ده غسلك غسلة نظيفة. عملت ايه بقى يا ابو الديوك مع الاهلي سواء كان في الماتش الاول او في الماتش التاني؟ ولا حاجة. انت راجل زياط، تحب تزيط، بتحب تزيط، واللي مديك الفرصة هم جماهير النادي بتوعك، هما اللي مدينك فرصة لانهم بيتصدقوا يعني يا حرام اي حاجة تقال لهم. والله لو قال لهم انا لو كنت لعبت قدام باير ميونخ كنت هكسب هيصدقوه، لو قال لهم انا لو كنت صعدنا كاس عالم هكسب كاس العالم كان هيصدقوه، بيصدقوا اي حاجة. غلابة، مساكين، ناس طيبة والله، والله ناس محترم، بس اوعى اوعى احترامك ده يتحول الى ان اي حد يضحك عليك. لا، اسحوا وفوق، انتوا محترمين. السلام عليكم.